الأصل أن المسلم يتوضأ يتطهر في بيته، يخرج من بيته جاهزا للصلاة، لا يؤخر إلى المسجد، هذا الأفضل والأولى مستحب. يا إسلام مورا مورا ودوا دي سوالا ونقبنوا دي سوالا بير زايد كي إتاوضا نيوماني إتاوضا هور كوكي بير مسكيتي منو بير مولوي أوكو تامي بير تاوضا كا لكن كنيا تاوضا هور كوكي بي بير مولوي. يأتي إلى المسجد ماشيا أو راكبا. إنيالو بير مسكيتي كي وتوكيتي اندي كاكموتي هيدو غاري كاكموتي هيدو كانينا بونا وغشيرا. لكن يأتي إلى المسجد في سكينة في الحركات، يعني لا يأتي وهو يهرول يجري، لا يأتي وهو يمشي. يعني كبير مسكيتي دوني بوك تشمتين دوني بيرو موز كي كي بكي رينغو كي بكني. لا يأتي إلى المسجد وهو مشمر مثلا. كي كبير مسكيتي كن صلاة ويجال مسجد أو لبان الساعات كي بكني. لا يأتي إلى المسجد وهو يرفع الصوت بالحديث في الهاتف أو يكثر الحركات. كي كبير تيغو سيمو يغو سيمو نغاتو موليكا مويتي نيغو يغو كي ساوتي أبانا يبك تشاتو يسجد مجيسواني. المسجد له حرمة قبل أن تأتي، فما بالك إذا أتيت إلى المسجد. مسكيت نجي أشيم مارة كذا كبو كبيرة كروجى كبيرة دومو نجو دني أشيم ما يقول إنك تيجي كتوش مار مسكيت. لابد أن نحافظ على نظافة المسجد ومحتويات المسجد. سايا مسبيل مسكيت تيمتك مولو إيوه مسكيت لير مولو كأنه يودي أشيم مار مسكيت كتو يو يو بدو مالير ما نشونوي. بعض الناس أكرمكم الله يضع الحذاء في الطريق على الباب يؤذي الناس. جوكموكو كانوا يمسكيتي توين واتشي اي وان هيو كاجي دوني مسكيتي ما نوم يجي ماودي شوانيو جوكموكو. ممكن يأتي إنسان كبير في السن ويتعثر في هذا ويسقط. دين نغا تنالو بيرو نغا تمكورو جدوهم كاتو ونيو واتشي موتو واتشي نوكيري وغربين. ضع أكرمكم الله الحذاء في مكان بعيد عن مرور الناس، عن طريق الناس. يعني كده يوم سكيت تمام لما تأكل وتوقيت مبور جيو ما جلو. لا تدخل بالحذاء إلى المسجد. وسين كده يوم جي وتوقيت مسكيت.